يومكم سعيد. النهارده هنتكلم عن احد الفيتامينات التي تذوب في الماء في استكمالا لسلسله الفيتامينات التي تحدثنا عنها، وهو الريبوفلافين او فيتامين بي 2. اكتشف فيتامين بي 2 او الريبوفلافين 1920، وتم تصنيعه لاول مره 1935، واطلق عليه في البدايه فيتامين جي، وهو صاحب هذا اللون الأصفر الفسفوري المميز، حيث يستخدم في صناعة وإعطاء اللون لبعض الأطعمة تحت رقم E101، والذي يلعب دورا فعالا في عملية إنتاج الطاقة داخل الخلية، حيث يمثل الجزء الفعال في المساعدين الإنزيميين FAD وFMN، واللذان يتكونان بفعل الفسفرة بمساعدة جزيئات الطاقة ATP، اللذان يدخلان في تفاعلات المتسلسلة التنفسية في الميتوكوندريا لأيض وأكسدة الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية داخل الكريبس سايكل، حيث يتحول إلى الصورة المختزلة. والمفيد للجسم أنه في حالة إعادة استخدامه مرة أخرى يجب أكسدته، وبالتالي يستهلك الكثير من الشقائق الحرة التي توجد داخل الخلية، وتكون سببا في التهاب الخلية وحدوث عملية الشيخوخة. أي أن وجود الفيتامين بي 2 داخل الجسم بكميات وفيرة وإعادة استخدامه بواسطة الجسم يؤخر عملية الشيخوخة أو شيخوخة الخلايا والتهاب بها. ورغم أن فيتامين بي 2 يلعب دورا هاما ومحوريا في أيض الدهون أو الأحماض الدهنية وإنتاج الطاقة داخل الخلية، إلا أن نقصه المرضي لا يكون سببا في الوفاة، وذلك لقدرة الخلية البشرية على إعادة استخدام الفيتامين بي مرة أخرى، فيتامين بي 2 مرة أخرى، وتأهيله مرة أخرى للعمل داخل الخلية. وبالتالي تستطيع هذه الخلية أن تستهلك الكميات المخزنة داخل الأنسجة وإعادة استخدامها مرة أخرى، وقلنا إن ده بيكون ليه فايدة للجسم في التخلص من الفري راديكال أو الشقائق الحرة التي تتسبب في تدمير الخلية. لكن نقصه المرضي لفترة طويلة، ونعني بنقصه المرضي النقص الذي يؤدي إلى المرض لفترة طويلة، قد يؤدي إلى مشاكل التهابية داخل الجسم على الجلد وعلى اللسان، وتظهر على الجلد واللسان والعين. وده بيحصل مع الناس اللي بتكون عندها رفض أو ما بتتناولش أغذية معينة، وهي البيض واللبن، كما يوجد بكميات معقولة في اللحوم والمشروم وايضا اللوز الحلو. طبعا في ناس بترفض انها تتناول منتجات الالبان، وفي ناس بتبقى نباتيه، هؤلاء هم اكثر عرضه لحدوث نقص فيتامين بي 2. ومن الجدير بالذكر ان النقص المرضي لفيتامين بي 2 يكون مرتبطا ايضا بنقص كبير في باقي فيتامينات بي، اي انه ظهور مرض معين كان المتسبب في فيتامين بي 2، فنجد انه كمان بيبقى ويزن كومباينيشن مع امراض اخرى، يكون نقص فيتامين بي كومبلكس او مركب فيتامين بي بالكامل يكون منقوص في هذا المريض، وبالتالي تحدث الاثار المتوقعه لهذا النقص. ومن الجدير بالذكر ان الجرعه اليوميه لاستخدام فيتامين بي 2 تتراوح ما بين 3 من 10 إلى 1.6 من 10، حيث تزداد هذه الجرعة إلى هذا الرقم في حالات الحمل والرضاعة، لاحتياج معظم الإناث لكميات أكبر من فيتامين بي 2. أتمنى لكم الصحة ودوام الصحة، وشكرا.